كنا كنعرفوا باللي الابتسامة الجميلة شيء مهم، كتعطيك الثقة وترفع المعنويات ديالك، كما أنها الطريق الأقصر إلى قلوب الآخرين. لكن الأغلبية عندهم مشكل اصفرار الأسنان وتراكم الجير أو الكالكير. لهذا جبنا لكم اليوم الحل المثالي اللي غيهنيكم في مرة مع قطرات لامبينا. من أول استعمال كيبان لك الفرق وكتحصلوا على بياض دائم. كما كتشاهدوا في الفيديو، طريقة الاستعمال سهلة جدا والنتيجة مبهرة. إلا طلبتي المنتوج ديالك دابا، توصيل غيكون فابور حتى الباب الدار، وما تخلص حتى شد لاكوموند ديالك. للطلب أو الاستفسار اضغط على الرابط أسفل الفيديو.